نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أي إسلام عم يقوى أنه؟ شو الإسلام اللي عم تقتل أطفال وأبياء؟ أي إسلام؟ أي حرية؟ الله لا يوفقك يا أردوغان، الله لا يوفقك يا آل سعود، الله لا يوفقك يا قطر. جرائم الجماعات المسلحة تطال المدنيين مجددا، وهذه المرة في قرية أم العمد الواقعة على بعد 45 كيلومتر شرق مدينة حمص. سيارتان دخلتا إلى القرية، إحداهما سيارة مثلجات كبيرة والأخرى سيارة خاصة صغيرة. تم ركن الأولى قرب تجمع المدارس في القرية وغادر من فيها بالسيارة الثانية، وعبر جهاز لاسلكي تم تفجير السيارة المركونة عن بعد أثناء دخول الطلاب إلى مدارسهم. راح نخلي مخططات منذر وآل سعود تمر في سوريا، نحن صامدين طالما نحن وراء السيد الرئيس بشار الأسد وراء السيد حسن نصر الله ومعنا الجيش واللجان الشعبية المقاومين الأبطال، ما راح ينالوا منا. أنا بطمنهم مستحيل يحسنوا ينالوا من سوريا، وإن شاء الله نحتفل بالنصر قريب رغم دماء شهداء الغاليين. أدى التفجير لسقوط أكثر من 150 من الضحايا والجرحى وكلهم من المدنيين، إضافة لأضرار مادية كبيرة بالمكان. تفجير سيارة صباح النهار هذا أدى لعدد كبير من الإصابات، حوالي 8 شهداء لحد الآن تم إحصائها، وحوالي أكثر من 150 جريح. تم إسعاف أغلب المصابين هون بمركزنا بالنشر الميداني بقرية أم العمد، والحالات الحرجة تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى مشافي مدينة حمص. أهالي القرية والدفاع المدني انتشلوا أشلاء الضحايا من تحت الركام، والذين كان معظمهم أطفالا أبرياء اختلطت دماؤهم بكتب دراستهم. ولكن رغم دموع الثكالى ورغم صغر سن أطفال القرية، إلا أن ما حدث لم يرهبهم، معتبرين أن الإرهاب لن يزيدهم إلا تحد وإصرار على البقاء تحت سماء بلدهم. يعني مهما ما صار تفجير وقتل كل شيء رح نضل عم ندرسه، ما حدا بيوقفنا عن الدراسة، هن عم يستهدفونا كرمال نوقف عن الدراسة، بس نحن ما رح نوقف عن الدراسة. وكلياتنا صامدين. كمثل جميع السوريين، لملم أهالي القرية وأبنائها جراحهم وبدأوا بترميم ما دمر ليعيدوا الحياة إلى قريتهم، فما حدث لم يكن إلا حجر عثرة أمام صمودهم وإصرارهم على تجاوز الأزمة. رؤى العلي، حمص، قرية أم العمد. ما يزال الوضع الإنساني في مدينة عدرا بريف العاصمة دمشق يزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب ما تقوم به الجماعات المسلحة من ارتكاب عدد من المجازر وقتل عدد من الأهالي في منطقة عدرا بريف العاصمة دمشق. كذلك الأمر يعني الجماعات المسلحة تمنع وصول المواد الإغاثية والغذائية إلى داخل المدينة فضلا عن سوء الأحوال الجوية في هذه الأوقات. في نفس الوقت ما تزال العمليات العسكرية متواصلة في هذه المدينة، في مدينة عدرا بريف العاصمة دمشق، حيث أكدت المصادر بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والجماعات المسلحة. أكدت المصادر مقتل عدد من المسلحين في هذا الإطار. كذلك الأمر استهدف الجيش السوري سيارتين مزودتين برشاش دوشكا، كانت تحاول هاتان السيارتان الدخول إلى مدينة عدرا قادمة من دوما، ولكن القوات السورية استطاعت يعني استهداف هاتين السيارتين بشكل مباشر وتدمير السيارتين ومقتل العناصر المسلحة التي كانت تتواجد داخل السيارتين. كذلك الأمر يعني استهدف الجيش السوري مجموعة مسلحة أيضا كانت تحاول الدخول من حرستا إلى منطقة عدرا، أكدت المصادر مقتل كامل أفراد المجموعة. في منطقة خان الشيح أيضا بريف العاصمة دمشق يعني فجر الجيش السوري سيارة مفخخة كانت تحاول الدخول أو استهداف إحدى النقاط العسكرية في منطقة خان الشيح، ولكن بمعلومات أمنية استطاعت القوات السورية تعقب السيارة وتفجيرها قبل وصولها إلى الحاجز. كذلك الأمر في
منطقة حلب في مدينة حلب. يعني أكدت المصادر سقوط 3 قذائف أطلقها مسلحون على حي الحميدية. أكدت المصادر مقتل 4 أشخاص من بينهم امرأتان وطفل، فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالمكان. في مدينة درعا أيضا كذلك الأمر، يعني قامت الجماعات المسلحة بإطلاق عدة قذائف هون على الكنيسة القديمة في مدينة عدرا. أكدت المصادر مقتل 10 أشخاص بالإضافة إلى جرح آخرين والأضرار المادية التي لحقت بالمكان، حيث سقطت القذائف على الكنيسة أثناء محاولة الأهالي توزيع المواد الإغاثية على السكان في منطقة دير الزور. بالطبع يعني واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في مدينة دير الزور في عدة أحياء في المدينة وفي ريف المدينة كحي الجبيلة والمطار القديم والبوسراي والحويقة، حيث دارت اشتباكات بين القوات السورية والجماعات المسلحة وخصوصا من جبهة النصرة. أكدت المصادر هدى مقتل عدد من المسلحين من بينهم قادة من جبهة النصرة. إليك هدى. وزير النفط السوري سليمان العباس قال إن إرهابيين استهدفوا بقذائف هاون خزانات البترول في منطقة عدرا بريف دمشق، مما أدى إلى اشتعال حريق في أحد الخزانات. وقالت الوزارة بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا إن الإرهابيين خطفوا خلال المجزرة الأخيرة التي شهدتها مدينة عدرا عددا كبيرا من المدنيين، واحتجزوا آخرين في أقبية المنازل كدروع بشرية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش السوري عملياته لاستعادة السيطرة على عدرا العمالية. أصيب مدني بجروح إثر انفجار قذيفة هاون في شارع الملك فيصل في دمشق، ما أدى إلى اشتعال نيران بعدد من السيارات. ومن دمشق معنا مراسلنا محمد الخضر. أهلا بك محمد، يعني لو تضعنا في تطورات هذا اليوم الميدانية في سوريا وتحديدا ماذا يجري في عدرا؟ نعم علا، في الواقع في عدرا تستمر عملية الجيش السوري. هذه العملية هي معقدة بالفعل لأكثر من سبب، ربما اليوم اتضح من خلال استهداف خزانات الوقود أحد تلك الأسباب، على اعتبار أن منطقة عدرا كما هو معروف هنا في سوريا هي منطقة تتواجد فيها خزانات كبيرة ومركزية للوقود الذي يخدم أو الذي يتم تزويد العاصمة دمشق وريفها من تلك الخزانات. الجانب الآخر في الواقع هو وجود الأعداد الكبيرة من المدنيين، هناك آلاف المدنيين لا زالوا متواجدين في تلك المنطقة. نحن نتحدث عن 2 أسبوع هؤلاء المدنيين بمثابة رهائن، على اعتبار أن هناك حالة من الانقطاع في الإمدادات الغذائية، ثم أن هناك بالوقود أو حتى بالطاقة الكهربائية. كل هذه الأمر يرتب تعاملا عسكريا مختلفا من أجل استعادة السيطرة على تلك الضاحية من جانب، ثم أبعاد المسلحين منها. اليوم الجيش السوري كان لديه عمليات، هذه العمليات توصف من قبل القادة الميدانيين بأنها لإحكام الطوق ربما والتقدم مسافات تعتمد أساسا على المشاة وليس على الأسلحة الثقيلة. نعم. خوفا من الأضرار التي قد تصيب المساكن أو المدنيين في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك بالفعل أن هناك رصاص قنص أحيانا يستهدف كل من يتحرك في تلك المناطق. كانت هناك سيارات واضحة على جانبي الطريق، تحديدا طريق ضمير المؤدي إلى الحدود العراقية. نعم. كان هناك سيارات مركونة إلى جانب بعد إصابة سائقيها برصاص القنص في تلك المنطقة. طيب. أيضا يبدو أن هناك محمد تطورات في دمشق وتحديدا في شارع الملك فيصل، حيث يعني أصيب مدني بجروح إثر انفجار قذيفة هاون في شارع الملك فيصل في دمشق، لو تضعنا في هذه التطورات أيضا لو سمحت. نعم، هو هذا ضمن الاستهداف بالهاون للعاصمة دمشق. شارع الملك فيصل هو شارع تجاري يمتد تقريبا في الجزء الشرقي من العاصمة. سقطت هذه القذيفة قبل ساعات أو بعد ساعات الظهر بقليل، هي فترة ازدحام بالفعل. أصيب أحد المدنيين الذين كانوا يمرون في ذلك الطريق أو لديهم أعمال في ذلك الطريق، إضافة إلى احتراق 5 سيارات. استهداف دمشق بالهاون في الواقع هو لم يتوقف، لكن ربما أنه بات خبرا اعتياديا، مع ملاحظة أحيانا أنه قد يخف وتيرة تلك الاستهدافات أو قد تزداد. بالأمس مثلا كان هناك استهداف لحي القصاع وهو حي سكني أيضا بقذيفة هاون، لكن جاءت الأمور يعني تماما، لم يصب أحد، كانت هناك الأضرار مادية فقط في هذا الاستهداف. نعم، محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك.
يحيي السوريون أعياد الميلاد المجيدة وسط حالة من الحزن والابتعاد عن مظاهر الفرح من جراء الأزمة في بلادهم. أعياد العام الحالي تقتصر على الصلوات والقضاديس لخلاص سوريا. أعياد ميلاد حزينة في دمشق، وجع السوريين يحول أفراحهم حزنا. لا وقت للفرح اليوم، وأصوات الهاون تعلو فوق كل صوت، ومواكب التشييع تكاد لا تتوقف. ظروف فرضت حضورها على مناسبة للفرح اقتصرت على أداء الصلوات والقداديس في الكنائس. هالرجاء المسيحي اللي هو مزروع بقلوبنا ومزروع بحياتنا، نحن مثل ما نكون شايفين بالكنيسة ما حاطين شجرة، الشجرة هي علامة لربما فرح، ولكن تقصدنا نحط المغارة، المغارة اللي هي بترمز للحب الإلهي، وبالنسبة لأنه هو رجاء المغارة حضور المسيح معنا. الاحتفاء بأعياد الميلاد يمر حزينا في دمشق هذا العام أيضا، حزن على أحبة رحلوا وعلى وطن ينزف دما ويبكي وجعا. الدعاء والتضرع إلى الله لسان حال الجميع، عيون ترنو إلى السلام وفي القلوب غصة، حال لا تخفي حضورها في الأحياء المسيحية الدمشقية تحديدا. شوارع تكاد تخلو من متسوقيها، وشرفات منازل غابت عنها ملامح الزينة. هو العيد فرح وحب وسلام لهالبلد، بس السنة كتير موجوعين على بلدنا سوريا، شو عم بيصير فيها. كنا من أول شهر 12 العالم كلها، البيوت كلها تزين وتحط شجرة العيد وتزين البلاكين. هلا مثل ما لك شايف ما في فرحة مثل قبل. بالرغم من تلك الصورة القاسية، ثمة من يحاول صنع الفرح. فعاليات اجتماعية أرادتها فرحة للأطفال، غناء وهدايا وشجرة عيد. أي طائفة موجودة كلياتنا موجودين، هم مجتمعين على هدف واحد، هو أنه يكون سوريا كلياتنا إن شاء الله بأحسن والأحسن والأحسن يا رب. حقيقة صرنا هلأ بظرف الناس نسيت الكريسماس ونسيت بابا نويل. الله يعم الأمن والأمان على البلد، وترجع البلد بخير وترجع أفراحنا. اشتاق السوريون في كل بقعة من وطنهم إلى الفرح، فرح طال انتظاره مع اتساع مساحات الحزن. محمد الخضر، دمشق، الميادين. عرضت مجموعة من الأكاديميين المختصين في القانون الدستوري من كرد سوريا القاطنين في إقليم كردستان مسودة لما وصفوه بدستور إقليم غرب كردستان استعدادا لمرحلة ما بعد الأسد. تنطلق ديباجة مشروع الدستور من مبدأ حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها كأساس قانوني، وحق الشعب الكردي في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي حر، وذلك في نطاق رؤيته لدولة سوريا الاتحادية. وتشدد ديباجة على تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ التعايش السلمي بين مواطني الإقليم. مشروع الدستور يتألف من 8 أبواب تنص على سلطات الإقليم متمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. كذلك تظهر بعض المواد آلية مشاركة الإقليم في الحكومة الاتحادية وحقوقه في شغل المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية. حياكم الله. أكد المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سباسطيا للروم الأرثوذكس في القدس الشريف أن أعياد واحتفالات الميلاد ورأس السنة الميلادية ستقتصر على الشعائر الدينية تضامنا مع سوريا وما تتعرض له من مؤامرات ومخططات استعمارية، تأتي تتمة لمخططات من يتطاولون على القدس الشريف ويريدون تهويدها وتدميرها. ما يحدث في عدرا جريمة نكراء، وما يحدث في أماكن أخرى أيضا في سوريا جريمة نكراء، ولكن الجريمة الأكبر يرتكبها من يمول هؤلاء المجرمين. الجريمة الأكبر ترتكبها بعض الدول الخليجية التي ترسل المال من أجل الدمار والخراب. الجريمة الأكبر ترتكبها بعض الدول العالمية التي تتشدق بحقوق الإنسان وبالديمقراطيات، ونراها لا ترى ولا تسمع ما يحدث في سوريا وما يحدث في عدرا وفي غير عدرا من ذبح ومن امتهان للكرامة الإنسانية من قبل أناس مجرمين أتوا إلى سوريا بتمويل من دول تملك المال والنفط لكي يدمروا هذا البلد ولكي يعيثوا فسادا في هذا البلد.
محليا قال وزير النفط السوري المهندس سليمان العباس لقناة سما الفضائية أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت بقذائف هاون خزانات البترول في منطقة عدرا بريف دمشق، ما أدى إلى اشتعال حريق في أحد الخزانات وتصاعد دخان كثيف في المنطقة. أبرز تطورات الميدانية. قضت وحدات عسكرية سورية على إرهابيين بعضهم مما يسمى حركة أحرار الشام ومرتزقة من الجنسيتين الأفغانية والسعودية، ودمرت العديد من أوكارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة خلال سلسلة عمليات تركزت في دوما وحرست وجوبر وداريا بريف دمشق. إلى ذلك أفاد مفد قناة سما الفضائية إلى ريف دمشق أنه تم العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة في مزارع العرقوب بمنطقة النبك يحتوي على عشرات العبوات الناسفة المعدة للتفجير وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية طبعا بريف دمشق. وردا على سؤال حول الأوضاع في عدرا العمالية أكدت مصادر ميدانية سورية أن هناك تقدما كل ساعة وكل يوم، لكن المعركة دقيقة وإن الجيش السوري لا يخاطر بأرواح المدنيين العالقين هناك. نبراس مجركش، كان هناك مشاهدين إلى حدود مساكن عدرا العمالية وفانا من هناك بالرسالة التالية. مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق التي استباحها الإرهاب ليقطع شريان الحياة عنها، سلكنا طريقا ترابيا لنصل إلى إحدى النقاط التي تتواجد بها قوات الجيش العربي السوري والتي تقوم بواجبها الوطني بكل عناية ومن خلال عمليات متسمة بالدقة حفاظا على أرواح المدنيين المحتجزين لدى تلك المجموعات. وفي طريقنا إلى تلك النقطة شاهدنا نيرانا مشتعلة من أحد خزانات البترول الذي استهدفته تلك المجموعات، والتي لم تكتفي بقطع شريان الحياة وقتل الأبرياء فامتد حقدها إلى مصادر الحياة للمواطن السوري. بعد عدة ضربات وجهتها قوات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني للمجموعات الإرهابية المسلحة والتي تحتجز العديد من المدنيين داخل مدينة عدرا العمالية، هناك تقدم جديد للجيش العربي السوري، قد يكون هذا التقدم بطيئا نوعا ما ولكن حفاظا على أرواح المدنيين. وبعد تلك الضربات وبعد وتضييق الحصار على المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، قامت تلك المجموعات بضرب إحدى قذائف الهاون التي أصابت هذا خزان البترول والذي كان من أحد مستودعات شركة المحروقات. لأخبار تلفزيون سما، نبراس مجركيش، عدرا العمالية، ريف دمشق. خرجت في مدينة حلب مسيرة شبابية حاشدة ضمن الجامعة دعما للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وتأكيدا على صمود المدينة رغم ما تتعرض له على يد المجرمين. عاهدنا السيد الرئيس أن نكون معه لآخر نقطة بدمنا. اليوم تجمعات طلابية لنقول للسيد الرئيس نحن معه وأهالي حلب كلياتها معه وكل طلاب سوريا والاتحاد الوطني لطلبة سوريا معه. بإذن بإذن كل طالب حلب بنقول له بنروح بالدمنا فيك يا بشار. بنروح بالدم نبدي طلاب أحرار نبدي قائد بشار. العربي السوري لقائدنا بشار الأسد بنقول له نحن معك للأبد. طلاب جامعة حلب كلنا واقفين معكم ساندوكم، بنطلب من الجيش العربي السوري الحسم. عدرا العمالية المدينة التي أدخلها الإرهاب على خط النار بعد أن ظلت شهورا تجاوره وترقبه من بعيد، باتت الآن على طريق العودة إلى الحياة من جديد. جولات ميدانية عديدة جرت حتى الآن من محاور عدة في إطار معركة واحدة ينفذها الجيش العربي السوري في عدرا أسماها معركة تحرير المدنيين في عدرا. مع ساعات الصباح الباكر اقتحم هؤلاء الجنود الموت بالموت، فاجأوا الإرهابيين في معاقلهم فيما ترصد رفاق لهم بسلاح المدفعية والمدرعات السموت والإحداثيات التي ينقلونها لهم عن أماكن وجود المسلحين. اقتحام جري يقوم به عدد من عناصر الجيش العربي السوري إلى داخل عدرا العمالية التي تواجد فيها أعداد كبيرة من المسلحين. الجيش السوري داخل عدرا العمالية الآن. كيف الوضع عندك بعد العمالية؟ الأمور كلها تمام والشباب كلها محلة وإن شاء الله
اقرب وقت نكون خالصين من عدرا العمالية ان شاء الله ان شاء الله. المعنويات كلها ممتازة ان شاء الله. كتل وأبنية عدة داخل مدينة عدرا العمالية قبض الجيش العربي السوري عليها وعلى أرواح الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون فيها بعد عملية تسلل وقفت العصابات الإرهابية عاجزة أمامها. ضاق الخناق على الإرهابيين بعد هذا الاقتحام العسكري فارتفع حنقهم وشرهم فاستهدفوا بقذائف الهاون خزانات البترول في منطقة عدرا. هنا مستودعات سادكوب للوقود التي تم استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية بقذائف هاون، كما نلاحظ تصاعد نيران. يصعب عملية إخماد هذه النيران بسبب وجود قناصة تقوم برصد رجال الأطفاء عند محاولتهم إطفائها. ولد هذا الاختراق الجريء لعناصر الجيش العربي السوري إلى قلب المدينة انهيارا عسكريا ومعنويا للعصابات الإرهابية المتحصنة داخل عدرا والتي يحول وجود المدنيين فيها واستخدام العصابات الإرهابية لهم دروعا بشرية دون الشروع بعملية عسكرية واسعة مفتوحة فيها. لكن وعدا من الجيش العربي السوري قضى بإعادة المدينة من أيدي الإرهاب دفع إلى اتباع تكتيكات دقيقة وحذرة تجنب المدنيين نيران الاشتباكات. لأخبار التلفزيون جعفر يونس، عدرا، ريف دمشق. ونبقى في ريف دمشق التي قضت فيها وحدات من جيشنا الباسل على العديد من الإرهابيين، بعضهم مما يسمى حركة أحرار الشام في دوما وبلدة الريحان وحرست وجوبر، عرف منهم الأفغاني أبو قتاتة والسعودي عبد الهديان، كما تم تدمير وكر في بلدة عربين والقضاء على آخرين عند دوار الفرن ومنطقة العلالي وحي الجمعيات في مدينة داريا. في دير الزور وحدات الجيش العربي السوري تسيطر على الأبنية السكنية في منطقة الجبالة وتطرد الإرهابيين من جميع المحاور في المنطقة. مراسلنا محمد العرسان والتفاصيل. هنا في منطقة الجبالة قامت العصابات الإرهابية المسلحة بتفخيخ منازل المدنيين ومن ثم تفجيرها في محاولة منها للهروب باتجاه الأمام. قواتنا الباسلة قامت بملاحقة هذه العصابات وبالتالي طردها من مناطق ومنازل المدنيين العزل. استطعنا التقدم باتجاه الشرق من وسطنا السيطرة على الأبنية كانت محتلة من قبل المسلحين، واحتلنا جميع المحاور التي كان يتوضع فيها مسلحين وقناصين، وبالإضافة فكتنا عبوات ناسفة كانت داخل الأبنية. طبعا في بعض الأبنية هدمت بشكل كامل من قبل المسلحين بسبب عمليات التفخيخ. احنا لاحقنا العصابات المسلحه هون وقاتلناها، احنا عزيمتنا الحمد لله موجوده ومنضل قويين وصامدين كرمال هالبلد. ارهاب واجرام ودمار قامت به العصابات الارهابيه المسلحه قبل ان تطرد وتسحق تحت اقدام قواتنا الباسله. لاخبار تلفزيون محمد العرسان، دير الزور. الإرهابي محمد أنس بركة من ريف دمشق انتقل من منبر الهداية إلى صفوف القتلة ليعود ويفتي بالقتل والذبح، بات الآن في قبضة العدالة. محمد أنس بركة، كنت خطيب جامع القدم الكبير بالوكالة عن والدي. لما صار الأحداث بالبلدة فخطبت عنه خطبة وهجشت الناس وقامت مظاهرة على أثرها كبيرة، ثم بعد الخطبة اتخفيت عن الناس فترة من الزمن. كنت مع مجموعة البراء بن مالك التي يقودها أبو حمزة زكريا، فكنت عضو فيها. فبعدين نسبوني للجنة الشرعية، كان معي سلاح، شاركت بصد الجيش بمنطقة بورسعيد بالذات. اللجنة الشرعية يترأسها أبو النور عبد الباقي وعضو فيها كان الشيخ أنس العضم وكنت أنا فيها. فكان لواء الصحابة أتى بثلاثة عساكر، أفتينا بالهيئة، إحنا ثلاثة
أبو النور عبد الباقي والشيخ أنس العظم وأنا، أفتينا بقتلهم ورميا بالرصاص. واحد أبو عبد الله السلفي ذبحه وكبر عليه الله أكبر بالسكين وذبحه من جوزته. كنا نفتي بالقتل، وهذه عقيدة يعني كانت مترسخة لدينا، القتل والذبح يعني هي الوسيلة لأنه نكون معارضين لهذا النظام. افتاءات كانت تتم على يعني أجندات طائفية بحتة. نعم. كيف كانت عملية التوجيه لحتى الاعتماد بموضوع الطائفي؟ كانت عملية توجيه من الخارج؟ نعم، كنا ندرس عن الجهاد، تحريض الناس على الجهاد والصبر في مواجهة هذا النظام من أجل أنه نغير هذا النظام. وكذلك كنا ندرس في أمور ثانية يعني. نعم. تم التواصل مع أحد في الخارج؟ تواصلنا مع الشيخ عدنان العرعور، تواصلت معه 3 مرات فمشان لحتى يمدنا بالمال، فمدنا بمبلغ من المال 5 ملايين ليرة كانت تنفق على المسلحين ومن أجل شراء السلاح. السلاح غالبا كان من الخارج، يجي من السعودية ومن قطر ومن دول الخليج. كان في رواتب للواء الصحابة، رواتب ما يعادل 10,000 ليرة سورية لكل فرد. تمويل خارجي. من نايم مين كان يجي بالمصر؟ كان يلي يجيب مصاري قائد لواء الصحابة أبو غالب الخولي، فكان دعمه من برا. يعني هي بطبيعتها صار كل واحد يعني مسلح وسلح كم واحد جنبه وله دعم خاص، صار هذا لحاله يعني بدك تقول عصابة. كانوا يختلفوا مع بعضهم يعني. دعت وزارة الخارجية الأمريكية قادة دول منطقة الشرق الأوسط إلى وقف تمويل وتجنيد عناصر ما يسمى تنظيمي دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة الإرهابيين المرتبطين بالقاعدة، ووقف تدفق المسلحين الأجانب إلى سوريا. السفارة الأمريكية في بغداد قالت في بيان لها إن وزارة الخارجية الأمريكية دعت قادة دول المنطقة إلى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر هذه المجموعات، ومن بينها دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة، وإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، حيث يقوم الكثير منهم لاحقا بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق. بدعوة من مجموعة من المنظمات الدولية عقد في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف ندوة حول واقع المرأة السورية في ظل الأزمة الحالية، تم خلالها بحث التداعيات التي خلفتها الأزمة على النساء السوريات. بدعوة من مجموعة من المنظمات الدولية عقد في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف ندوة حول واقع المرأة السورية وما تعانيه في ظل الأزمة الحالية، حيث طالب بعض ممثلي الدول تحسين ظروف المرأة في سوريا وأشراكها في عملية التسوية السياسية الحالية. من المهم للنساء السوريات أن يتحدثن المجتمع الدولي حول أملهم بالسلام، ومن المهم تذكيرنا دوما أن النساء هناك يعملون يوميا من أجل السلام، وهن يملكن دورا على طاولة السلام لأنهن من يصنعن السلام بالفعل. وحدث كجنيف 2 من شأنه أن يساعدنا على تذكر هذا دائما، كما يخفف الضغط الذي تشعر به النساء تجاه هذه المهمة. لقد رأيت النساء اليوم يملكن القدرة والتصميم لإعادة إعمار وطنهم. من المفيد لمحاولة توضيح نقاط الاختلاف حول دور المرأة، ومن الواضح وجود مشكلة جدية حول الاتجاه الذي تؤول إليه الأحداث في سوريا، وهذا ما كان في بال الكثيرين. المبادرة التي اتخذتها الأمم المتحدة بعقد مؤتمر جنيف 2 مع الأخطار الإبراهيمي كانت جيدة، والذي ما زال يناقش سير عمليات السلام
وأهمية تضمين المرأة بشكل كامل في عملية السلام. النساء السوريات قويات بما يكفي ليصنعن مستقبلهن، لكن يجب علينا أن نعطيهم الفرصة لذلك. أكد المشاركون في الندوة على أن المرأة السورية صاحبة تاريخ مشرف، ورغم مشاركة بعض الدول التي حاولت العبث في التاريخ والحضارة السورية، إلا أن للصوت السوري كلمته. عندما سمعت السيد الأخضر الإبراهيمي الذي افتتح الندوة وقال بأن الموضوع يجب أن يكون بين السوريات وليس بين جماعات تمثل أجندات خارجية، وليس الكلمة التي استعملها وإنما تمثل اتجاهات خارجية قبل أن تمثل المجتمع السوري، وهذا شيء جيد. طمنني بأن المندوب الخاص للأمم المتحدة من أجل جنيف 2 يعي هذه المسألة الحيوية. بحثت مجموعة من المنظمات الدولية دور ومعاناة المرأة السورية في ظل الأزمة الحالية. فراس مارديني، تلفزيون سما، من مقر الأمم المتحدة جنيف سويسرا. أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم سوريا 75 شاحنة، بينها 25 شاحنة مصفحة لضمان أمن عملية نقل الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى خارج البلاد وإتلافها. ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله خلال حوار مع بوتين بواسطة تقنية فيديو كونفرنس إن الطائرات الروسية نقلت خلال 3 أيام في الفترة بين 18 ولغاية 20 من الشهر الجاري 75 شاحنة، 50 منها من طراز كاماز و25 شاحنة مصفحة من طراز أورال إلى مطار اللاذقية، مشيرا إلى أن روسيا وردت أيضا صهاريج للمياه ومطابخ ميدانية وخيما عسكرية لدعم الطاقم الذي سيتولى نقل الأسلحة الكيميائية وإتلافها. وأضاف شويغو إن الطيارين الروس نفذوا مهمتهم بنجاح وسلموا جميع المواد للجانب السوري وفقا للخطة، معتبرا أن الآليات التي قدمتها روسيا ستتيح تنفيذ المهمات المتعلقة بنقل الأسلحة الكيميائية السورية إلى خارج البلاد وإتلافها لاحقا. أيها الأكارم، سوريا أنهت حملة كبرى لتلقيح الأطفال من مرض شلل الأطفال، أعاذكم الله وإيانا جميعا منه. التفاصيل مع زميلتنا شارلوت، تفضلي. شكرا محمد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد، ولكن بعد هذا الفاصل. في إطار خطة وزارة الصحة لتطويق حالات شلل الأطفال المسجلة في سوريا مؤخرا والتي بلغ عددها 17 حالة، أقامت الوزارة مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رسميا أن فيروس شلل الأطفال المكتشف في سوريا هو باكستاني المنشأ، وأنها اختتمت في 16 من الشهر الجاري حملة التلقيح الأولى من ضمن حملات التلقيح الست المقررة ضد مرض شلل الأطفال، حيث تهدف إلى تحصين 2,200,000 طفل دون سن الخامسة. وبين وزير الصحة أن مجموع الأطفال الملقحين ضد شلل الأطفال بلغ أكثر من 2,000,000 طفل، مؤكدا أن محافظة دير الزور احتلت المرتبة الأولى من حيث الأطفال الملقحون، فيما جاءت حماه في المرتبة الثانية والحسكة في المرتبة الثالثة، بعكس ما تداولته إحدى وكالات الأنباء مؤخرا، وأن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. والوقائع الميدانية والنتائج المسجلة لحملات التلقيح التي جرت ولا سيما في دير الزور تبين كذب وزيف هذه الادعاءات. حملة التلقيح الأولى انتهت منذ أيام، ووصلنا تقريبا الحمد لله لنسبة كبيرة عالية جدا من الأطفال دون 5 سنوات، تقريبا نحن لقحنا أو الرقم بدقة هو 2,177,000 طفل. تمنى أنه الحملة القادمة اللي حتبدأ في 5 كانون الثاني أن تكون ناجحة أكثر مما سبقتها، حيث أن الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصحة المنظمة الصحة العالمية واليونيسف أن تقوم ب6 جولات كل جولة وجولة شهر بينها.
أقامت وزارة الزراعة ورشة عمل حول الصندوق الزراعي للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإيجاد معيار موحد لتحديد نسب التضرر والتعويض، وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني. وبين معاون وزير الزراعة أحمد قديش خلال الورشة أهمية إيجاد آلية موحدة للعمل في جميع الفروع، وخاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وأن يكون الدعم المقدم للمربين مفيدا ليتابعوا العملية الإنتاجية تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم الدعم للمزارعين والمربين للخسائر التي تصل إلى 50%. الورشة العمل اليوم هدفها بشكل أساسي هو تقييم المرحلة الماضية من عمل الصندوق، و يعني البحث عن بدائل في عن الأخطاء التي ظهرت أثناء التنفيذ، ومحاولة إدخال الشق الحيواني بشكل أفضل من خلال توسيع مظلة الدعم ليشمل الشق الحيواني، ووضع أسس قادرة على إيصال الدعم بشكل مباشر وبشكل جدي لإخوتنا المربين نتيجة الظروف الحالية. أقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء يوما توعويا ضمن الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الشتوية التي ينظمها المركز الوطني لبحوث الطاقة والتي تمتد حتى أذار مارس 2014. وزيرة البيئة نظيرة سركيس أشارت إلى أن هدف الوزارة هو المحافظة على الموارد بحيث لا تلحق أي أضرار بالبيئة وبالصحة، وأن تخفف من استهلاك المشتقات النفطية المضرة كالبنزين والمازوت. بدوره أكد معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم أن الوزارة معنية بكل أشكال الطاقة من نفط ومشتقاته، وهدفها هو رفع كفاءة الطاقة في كل المجالات والاعتماد على الطاقات المتجددة. طبعا نحن كوزارة بيئة متعاونين مع وزارة الكهرباء في مجال نشر الوعي لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في هذه الظروف في هذا الشتاء، فالحاجة إلى الطاقة كبيرة، وبالتالي ترشيدنا للطاقة سيؤمن توفر هذه الطاقة لأغلب المواطنين ولأغلب الفعاليات الصناعية والتجارية المختلفة. حملة إعلامية سنوية طبعا، وهي بشكل دائم، لكن في تركيز خلال الأربعة أشهر القادمة تقريبا من الآن وحتى أو من 1/12/2013 وحتى منتصف آذار 2014. هذه الحملة ستغطي معظم الوزارات والجهات العامة المختلفة المستهلكة بشكل مكثف لأنواع الطاقة. نحن من الناحية العلمية بنقول استخدام الطاقة الكهربائية من أجل التدفئة هو أسوأ استخدام للطاقة الكهربائية، وبنتمنى على كل الجهات العامة أو الخاصة إذا كان ممكن يحولوا الحملة التدفئة على حوامل أخرى مثل المازوت أو الغاز بيخفف كتير عن الكهرباء، كون الكهرباء طاقة يعني مكلفة جدا للدولة، مكلفة تأمين موارد للطاقة الكهرباء كتير صعب، لذلك نتمنى يكون في هذا التعاون. أوضحت وزارة الكهرباء أن ورشات الإصلاح التابعة لوزارتي الكهرباء والنفط توجهت إلى مكان الاعتداء على خط الغاز في ريف دمشق بالقرب من حران العواميد، حيث قامت ورشات صيانات الكهرباء بتأمين بدائل إلى حين عودة خط الغاز لوضعه الطبيعي. وبينت الوزارة أنه من المتوقع الانتهاء خلال 3 أيام القادمة، ولحين عودة الخط إلى الخدمة سيتم التزويد 50% من الكهرباء دون أن توضح عدد ساعات أوقات التقنين في سائر مناطق المحافظة. وشهدت محافظات سورية انقطاعات بالتيار الكهربائي نتيجة الاعتداءات على محطات توليد الكهرباء، كان آخرها انقطاع الكهرباء عن دمشق وبعض المناطق الجنوبية الشهر الماضي بعد انقطاع لنحو 3 ساعات إثر اعتداء على خطوط التوتر العالي المغذية للمنطقة الجنوبية.